السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكل مشاهدينا ومتابعينا، واهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج طبيب على الهواء. زي ما تعودنا ان احنا بنجيب على تساؤلاتكم وكل استفساراتكم اللي جات لنا على الاس ام اس وعلى الفيسبوك. بيشرفنا ويسعدنا النهاردة ان يكون معانا الدكتور زكريا فايق، استشاري الامراض الباطنية. منورنا يا دكتور. الله يبارك في سعادتك. اخبار حضرتك ايه؟ حضرتك والسادة المشاهدين. الامراض الباطنية، المعدة فيها مشاكل كتير، اضطرابات في الجهاز الهضمي، ده انا عندي نزله معويه، لا ده انا في مشكله في القولون. جات لنا اسئله كتير جدا جدا. شوف اول سؤال. اتفضل. جات لنا رساله بتقول انا بسنت، عندي 34 سنه واعاني من الم شديد في القولون، نفسي الاقي علاج للقولون يريحني، اعمل ايه؟ الشكوى المتكرره قولون. طبعا يعني هنقول نسبه كبيره من المصريين عندهم التهاب في القولون، يا اما هنسميه التهاب مزمن أو نسميه قولون عصبي أو نسميه متكرر. ممكن المريض يبقى كويس جدا وزي الفل وتاني يوم يبقى قولونه تعبان. مشاكل القولون في مصر أسبابها كثيرة، لأن المصريين فيهم مشاكل في مفيش انتظام في مواعيد الأكل، مفيش انتظام في كمية الأكل، مفيش انتظام في نوعية الأكل، مفيش تنظيم خالص. ودي من الاسباب المهمه جدا اللي هي بتتعب القولون. احنا الاول نقول ايه الاسباب، وبعدين نقول ايه وسيله العلاج. طب حضرتك ذكرت من ضمن الحاجات اللي حضرتك قلتها القولون العصبي. القولون العصبي ده فيه كلام كتير، في ناس يقول لا قولون عصبي مفيش حاجه اسمها قولون عصبي، ده هو بيبقى من الاكل بس. في كلام تاني لا ده هو النفسيه بتتاثر، ولما الواحد بيتضغط نفسيا وبيتوتر وفي قلق وتوتر، فالكلام ده بينعكس على القولون وبيؤدي بقى لكل الاعراض بتاعته اللي بيعملها في الجهاز الهضمي بشكل عام. حقيقه القولون العصبي، القولون العصبي في واحد بيتعصب يجيله مغص طبيعي، وفي واحد عنده مغص باستمرار لان هو طبيعته ان هو متعصب على طول، على طول نفسيته تعبانه، على طول مسخن نفسه ومسخن اعصابه ال 24 ساعه، فلازم طبعا القولون يتاثر والمعده هتتاثر والقلب هيتاثر والجهاز العصبي هيتاثر. ما هو هو يعني ايه بالبلدي كده، هو مولع في نفسه. طب هو القولون دكتور زكريا، هو يعني هو ربنا خلق القولون ده بيعمل ايه بالظبط؟ يعني هو بيعمل ايه فايدته؟ فايده القولون تكمله امتصاص بعض المواد، تخزين بقايا الطعام، دفع الحاجات ديت الى الخارج. بيبقى لازم في مسار، لان القولون عباره عن ثلاث اجزاء، اللي هو القولون الصاعد والقولون المستعرض والقولون النازل، بعد كده الشرج، بعد كده فتحه الايه الشرج. تمام. الصاعد والمستعرض والقولون النازل دول بيمشي فيهم بقايا الطعام، بحيث ان احنا لو في حاجات لسه لم تمتص يتم امتصاصها، ويتم بقى ايه التخلص من بواقي الايه الفضلات الطعام، وتتخزن بقى في الشرج لحد لما يجي الرغبه ويبتدي يتخلص منها. دور مهم، دور مهم طبعا. القولون بيتحكم في اعصاب الانسان ده نفسه، ولو هو عصبي قولونه هيبقى عصبي، تبقى الحركه يا اما زائده يا اما الحركه ناقصه يا اما الحركه مضطربه، يا اضطرابات معويه بشكل عام بقى بالظبط كده، امساك واسهال وانتفاخ وتقلصات ومغص وحاجات. كل حضرتك بتقول ده يفسر ان من اعراضه هو يعني ولا امساك ولا اسهال، وممكن كده وممكن كده. طبعا الاثنين سبب من القولون. لو القولون ملتهب ممكن يعمل اسهال او ممكن يعمل امساك. الامساك هنا في مشكله، غالبا البنات والسيدات يعني نسبة كبيرة منهم عندهم امساك. سببه ايه بقى؟ سببه عدم الانتظام في ميعاد دخول الحمام.
يعني تيجي البنت وتقوم على الاخر عايزه تجري، عايزه تروح كليتها، عايزه تروح شغلها، فطب خلاص مش مهم دلوقتي، تجي لها الرغبه مش مؤجل، تاجيله في تاجيله، في يوم في الثاني في الثالث، بقى امساك مزمن وهكذا. سات لا مش دلوقتي، لا ده انا مشغوله، لا ده انا بعمل الاكل، لا ده انا مش انا بره البيت لما ارجع، لما ارجع الى اخره. انما الصح ان انا اعود نفسي على ميعاد ثابت لدخول الحمام عشان اشيل كل الفضلات اللي في بطني وانضفها. وطبعا بنقول غالبا ونفضل ان يبقى في ميعاد ثابت الصبح بدري. يعني هنفترض مثلا انا بنزل شغلي الساعه 7، يبقى ادي لنفسي نص ساعه بدري للحمام علشان حياتي اللي هي في الجهاز الهضمي تنتظم وتبقى كويسه. طب دكتور زكريا، القولون شكوى متكرره عند شريحه كبيره جدا من الناس. اللي عايزين نعرفه عن القولون، هل مريض القولون ممكن بيشفى منه تماما مع تنظيم اكله واستعمال بعض الادويه وده موضوع وانتهى، ولا لا لازم هيفضل موجود معاه على طول على طول على طول؟ طبعا المفروض يبقى موضوع وانتهى، ولكن هو المريض يعني وخاصه المصريين طبيعتهم ما بتتغيرش. ساعه لما يبقى عيان يقول لا خلاص توبة من دي النوبة اخر مرة، وبعد كده مفيش فايدة، يرجع تاني لنفس العادات الخاطئة اللي بتؤدي الشطة الفلفل الحاجات الصواريخ اللي بياكلوها، بيقعدوا يسبكوا في الحاجة ويعملوا 15 حاجة في بعضها في بعض، فتبقى عملية صعبة جدا. يعني نقدر نقول لبسنت ان الفكرة مش في دواء سحر هيريحك، هي الفكرة في تنظيم العادات الغذائية نفسها بجانب استعمال الادوية اللي الدكتور كاتبها لك، زائد انها لازم تحل البراز، وممكن نستعين بالأشعة الموجات الصوتية على البطن، وممكن لو في أي مشاكل أنا كطبيب حاسس إن في مشكلة جامدة بنعمل مثلا أشعة مقطعية على القولون ونشوف هل في أسباب مرضية أو لأ. أسلوب التشخيص السليم علشان أقدر أشوف هو إيه المشكلة بالظبط أقدر أعالجها. طبعا لازم الفحص الإكلينيكي أولا وتحليل البراز ثانيا، وإذا احتاجنا سونار أو أشعة مقطعية ثالثا، وطبعا العلاج غالبا هيبقى مطهر للقولون. طبعا القولون في مصر نسبه الاميبا عندنا عاليه جدا، لان طبعا في عادات صحيه مش مظبوطه، ممكن بالذات السلطات اللي بتبقى من الخارج، وبعض الاماكن ما بتغسلش الحاجات دي تبقى مش نظيفه. صحيح في ناس كويسه والناس نظيفه وناس 100 100، ولكن في اماكن مش بيستسهل. دي نقطه هنتكلم فيها باستفاضه في شكلك. نشوف سؤال تاني. اتفضل يا باشا. انا اعاني من الاسهال منذ فتره تزيد عن الشهر، فما هو السبب وهل يدل على مرض خطير، علما ان برازي لا يوجد فيه دم وانا بشرب ميه كتير حوالي 4 لتر يوميا؟ اسهال لمده شهر مش فتره طويله؟ دي فتره طويله، بس هو واضح ان عمل تحليل براز، بدليل ان هو بيقول مفيش دم في البراز. تمام. طيب امال في ايه؟ هل في اميبا؟ هل في بكتيريا؟ لازم في حاجه. هل في فيروس؟ غالبا الاسهال المائي ده بيبقى فيروس غالبا، وغالبا بيبقى فيروس اسمه روتا، وغالبا بيصيب الاطفال، انما مش معنى كده مش هيصيب الكبار. ممكن الاسهال هنا هنقول ده يا اما طبيعه اكله مش بياكل حاجات تعمل فضلات، ممكن يكون واحد بيشرب سوائل، بياكل بطيخ شمال، الحاجات اللي هي مليانه ميه كتير، ميه، عمال يشرب عصير، يشرب لبن، حاجات زي كده، يبقى فين الـ 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 البراز؟ مش هيبقى في فضلات اصلا في الاكل. فاحنا بننصحه طبعا ان ياكل عيش سن يبقى فيه رده، ياكل الحاجات اللي فيها نشويات زي البطاطس والبطاطا عشان يعمل فضلات. تمام. دي ممكن يكون احد الاسباب. ممكن الاسباب التانية الفيروس. طبعا في علاج لهذا الفيروس، وده بيبان بالتحليل البراز العادي؟ لا الفيروس مش هيبان، مش هيبان، مش هيبان حاجه. طب بيتعرف ازاي او يعرف ازاي؟ كلينيكيا او نعمل له بقى اللي هو تحليل دم للروتا فيروس. ده حاجة سبيسيفيك، تحليل مخصوص لده. تحليل مخصوص لده. تمام. السبب اللي بعد كده اللي احنا ممكن نقوله بالنسبة للإسهال اللي هو لمدة شهر وما بيخفش ومائي وما فيهوش دم، ممكن يكون التهابات بكتيرية أو أميبية. فلازم هيبقى ياخد مطهرات. بس الالتهابات الأميبية
او بكتيريا غالبا بتبقى معاها مغص، يعني بيبقى عاوز يجي له مغصه وعاوز يجري عشان يخش الحمام. فطبعا دوت بنسميها التعنيه او التقلصات اللي ممكن تحصل، مش اسهال لوحده يعني في الامعاء. بعد كده بنقول ان ممكن يكون عنده اضطراب في القولون العصبي، عصبيه، فالحركه في الامعاء زائده زايده جدا، فبتفضي بسرعه، فعمالي بقى ايه تشتغل سريع سريع. ممكن يكون هناك عسر هضم، فالاكل بياكله ما بتهضمش، فبيبقى عبء على الامعاء والقولون، فبرضه بيعمل مشاكل في الاسهال، يعمل له اسهال. يبقى لازم طبعا الفحص الجيد، واذا كان عمل تحليل براس بس فممكن برضه بنعمل اشعه تلفزيونيه، بنعمل سي تي، بنعمل تحاليل الدم السيرولوجي عشان نشوف هل في فيروس او غيره. تمام. طيب ايه اللي المفروض يعمله في الحاله دي؟ يعني هو بيروح للدكتور يعمل شويه التحاليل دي كلها الاول، نشخص تشخيص سليم، هل كميه السوائل ليها دور في الكلام ده؟ هل الاسهال بالشكل ده مش ممكن يدخله في حاله من الجفاف مثلا مع فقدان كميه السوائل الكبيره دي كلها؟ فهل ينصح بتناول كميه من السوائل مثلا؟ ايه يعمل ايه بالظبط؟ هو طبعا هو الاسهال بيفقد الاملاح المعدنيه، فممكن يحصل جفاف، ولكن بيشرب 4 لتر فغالبا دول هيروحوا على الكلى وهينزلوا بول. يعني طالما ان الكلى سليمه فممكن ينزلوا مع البول، مش هينزلوا مع البراز. وفي الصيف احنا بننصح ب 3 لتر سوائل، ف 3 من 4 يعني مش هيبقى فرق جامد قوي، لان طبعا في الصيف والحر والعرق والبول الكتير والجو الحر في فقدان هواء من غير عرق، من فقدان ميه من غير عرق عن طريق الجلد، بيفقد سوائل لان الجو حر. فهي مش كتيره قوي السوائل، ومش مش مش هنغلطه في ان هو بيشرب سوائل، انما لازم نشوف السبب، يتوجه للطبيب، لازم التشخيص الكويس عشان تبان الدنيا فيها. تمام. طيب ننتقل لسؤال تاني. اتفضل. دكتور زكريا، انا عملت منظار للمعدة وطلع عندي جرثومة معدة وقرحة، وقرحة معدة بمقدار 3 سنتي. الدكتور اداني حبوب اموكسيسيلين واموبرازول ومضاد حيوي لمدة 14 يوم، وحبوب تاني لمدة شهرين، وما كانش فيه نتيجة، نفس الألم بيتكرر، اعمل ايه؟ جرثومة المعدة اللي بقت منتشرة بشكل كبير، وللأسف سوء التشخيص من البداية بيدخلنا في دوامة كبيرة. الميكروب الحلزوني او البكتيريا الحلزونيه او الهيليكوباكتر ده ميكروب كنا زمان بنلاقيه وكنا مش عارفين حاجه، ولكن دلوقتي اصبح احد مسببات قرحه المعده. هنا طبعا في ادويه كتيره قوي لعلاج هذا الميكروب، واحسنهم الكلاريسروميسين. تمام. هو ده من ضمن الحاجات اللي هو اخذها الكورس لمده 14 يوم. كملها. بس هو هنا في السؤال ده دكتور زكريا هو بيتكلم في ان في الجرثومه وفي قرحه معده بمقدار 3 سم، هل قرحه المعده بمقدار 3 سم دي تعتبر قرحه كبيره؟ طبعا 3 سم دي بيبقى رقم كبير. طبعا هتاخد وقت على ما يحصل لها هيلينج، او يعني القرحه دي تلم هتاخد وقت طويل. فاحنا طبعا الخط العلاج بنعمل الحاجه الاولى بنقضي على الميكروب بالمضاد الحيوي طبعا نتابع بالتحليل، يعني مثلا نسبته كام النهارده، نسبته كام بعد 14 يوم، نسبته كام بعد شهر، نسبته كام بعد شهر ونص، وهكذا. كل 14 يوم نعيد هذا التحليل. تمام. لحد لما يتم القضاء على الميكروب، خلاص يبقى اصبح ان هنا جرح ما فيهوش ميكروب، فيبتدي بقى يلم. عشان يلم لازم اديله فرصه ان يلم. حاجتين بنعملهم، الحاجه الاولى بقلل الحموضه، لان الحامض هنا بياكل في الغشاء نفسه، الغشاء. فطبعا ممكن ما يلمش لو الحموضه عاليه، حتى لو انا باخد دواء عشان يصلح من هنا ببوظ من هنا. بالظبط. تمام. ثلاثه بدي ادويه تساعد على التئام هذه القرحه. طيب
هنفترض عملنا كل هذه الاجراءات والمنظار ثبت ان برضو لا يوجد تحسن، لا في بقى تدخلات جراحيه، وده اللي حصل معاه في الحاله دي. بيقول انا برضو بعاني من الالم بشكل مستمر. الحل هيبقى جراحي بقى. جراحي. جراحي. ايه الجراحه؟ هيتعمل ايه في يعني ايه المشكله؟ اول حاجه بيربطوا العصب اللي داخل على المعده على اساس ان هو يقلل من هذه الحموضه. ده حل بسيط مش جامد قوي. ان ما كانش بيضطر يستعمل استئصال جزئي للمعده. الحته اللي في الكوع هيتم استئصالها. انما غالبا لو هو مش على تعليمات الطبيب بشكل صارم، ظبطت في اكلي، بتجنب الحاجات اللي الدكتور مانعها عني، بستعمل الادويه بشكل مستمر ومنتظم، كورس المضاد الحيوي بياخد مدته، الادويه اللي بتساعد على التئام القرحه نفسها، غالبا بيبقى في نسبه شفاء، يعني نسبه بتبقى فوق كبيره فوق 90% يتم شفائهم ما بين 14 يوم الى 60 يوم بيكون شفية تماما. طب هو اللي جايبه لنفسه بقى، ما هو لو سمع الكلام مظبوط ما لازم يسمع الكلام طبعا. المشكله تحل، الطبيب لازم تسمع وفي نفس الوقت الخطوات. يعني هو النهارده طالب ان من اول خطوه الطبيب قالها له هو بقى يكمل مع نفسه. ما في ناس بتتخيل برضه دكتور زكريا ان يعني الدكتور ده ساحر بالزبط. يعني هو كتب لي الدواء ده فخلاص انا هاخد الدواء واعمل اللي انا اعمله بقى، بس هو الدواء خلاص هيحل لي المشكله بالظبط. هو عايز ياخد قرص يخف. زي ما سيادتك حد يجي يسالني يقول لي ما تقول لي على حاجه عشان اخس. هو متخيل ان الموضوع بمنتهى البساطه ياخد حبايه مثلا 120 كيلو بعد الحبايه بقى 80. طبعا ده كلام مش حد غلب، مش منطق طبعا. ما كانش حد غلب. دي عمليه يعني بتاخد وقت وبتاخد مده وبتاخد متابعه وفي نفس الوقت يعني حتى لو انتقلنا لموضوع رجيم مع ان مش موضوعنا، المفروض ان الوزن لا ما نقصش الوزن باكتر من 4 ل 8 كيلو في الشهر، ده حد اقصى. يعني لو نزل 4 كيلو ده جميل جدا، 8 ده احنا ممكن ده نفس الرقم الجايد لاينز او البروتوكول اللي الكل شغال عليه، المفروض ده الايديال يعني، او اكتر من كده هيبقى في ضرر على الجسم، ده تاكيدا لكلام حضرتك. تمام. طيب انتقل لسؤال تاني. اتفضل سيادتك. جالنا سؤال، ده حد بيقول انا بعاني من الم شديد في الظهر وخاصه عند الصباح بعد الافطار، والم في معدتي واحيانا في بطني، يزداد الم معدتي عند شرب المياه، علما بانه لا يوجد لدي اعراض اخرى مثل القيء او حرقان او شيء بالبراز. وغالبا هيكون المعده برضه. يعني الكلام الشكوى دي غالبا هتبقى معدته بتوجعه، فالالم بينتقل لظهره، وخاصه هو قال ان لما بيشرب الميه معدته بتوجعه والالم بيزيد، يبقى هنا في مسبب. طب هو شرب الميه ممكن يسبب الم في المعده؟ لو المعده تعبانه شرب الميه تعبها. ايه اللي تعبان فيها بقى بالظبط؟ ما هو الجدار بتاع المعده كله هيبقى ملتهب. الحموضه عاليه فمهيجه، في احتقان في الاغشيه المخاطيه المبطنه للمعده. فحضرتك اي حاجه هتنزل على المعده فجاه هتهيج الدنيا. والمعده تتخيل ان ننزل لها اكل وان المفروض تشتغل فمش لاقي حتى حاجه فالميه هنا تعبتها لان ميه على الريق. تمام. في ناس تتحمل ميه على الريق وناس مش هتقدر تتحملها. فحضرتك هو المفروض بيهدي نفسه بقى شويه، وبعد كده يبتدي افطار حاجات من الحاجات الخفيفه بتاعت الفطار، ثم بقى يشرب الميه. وفي نفس الوقت طبعا هو الاهم من كل ده ان يتعالج. هنا دي المعده دي تعبانه، هو متخيل ما دام ما فيش قيء يبقى المعده سليمه. لا، ما فيش مرض في الدنيا بيبقى كل الاعراض كامله عند كل المرضى، لكن في علامه بتبقى انذار ان في مشكله موجوده فيها. بالظبط. ما هو بعد شويه هيبقى في قيء، وبعد شويه ينسب نفسه بقى في قيء بدم كمان، لانها تعمل قرحه فهيتقي دم. فطبعا احنا بنقول هو دلوقتي في درجه يعني كويسه، لسه في اول المرحله، فممكن الحق نفسي بسهوله او علاجها هيبقى بشكل افضل. يعني هيبقى سهل، اسبوع 10 ايام اسبوعين ماكسيمم هيكون بقى زي الفل. يعني اتوجه فورا للطبيب. طبيب طبعا. بمناسبه بقى انه اتوجه للطبيب دكتور زكريا، يروح لانهي تخصص؟ جهاز هضمي وكبد ولا
باطني ولا يعني الاثنين؟ الجهاز الهضمي والكبد ده تخصص اللي هو المعده والبطن والكبد والجهاز والقولون والامعاء، ده تخصص ماشي في دي. وطبيب الامراض الباطنيه ما هو طبعا هيشخصه، اذا كان محتاج منظار هيوجهه لطبيب المناظير يعمل له منظار على المعده، اذا كان محتاج اشعه هيعمل له، محتاج تحليل هيعمل. طبيب امراض البطن هيبقى يتمكن من معالجه هذه الحاله بسهوله جدا يعني. يعني هو المفروض يتوجه فورا للطبيب ويشوف يتشاف التشخيص المظبوط عشان نقدر نعالج المشكله قبل ما تتطور معاه وندخل في دوامه ثانيه خالص. بالظبط. طيب ننتقل لسؤال ثاني. اتفضل. جالنا سؤال دكتور زكريا بيقول لدي مشكله، قمت بشرب عصير منتهي الصلاحيه فاصبت بحاله من التسمم الغذائي لمده 3 ايام، ولكن ما زلت الان اعاني من اسهال تقريبا حوالي 15 يوم، ايه الحل؟ حالات التسمم الغذائي تختلف بقى بشتى انواعها. التسمم الغذائي او التسمم بصفه عامه، الحمد لله النهارده عندنا في اماكن كثيره مراكز لعلاج السموم. طالما انا شكيت ان هنا الحاله دي فيها تسمم بتوجه الى مراكز التسمم، بيفحصوا الحاله، بيعملوا تحليل، بيطلع لي ان التسمم ده ناتج عن ايه. يعني لو واحد اكل كشري شرب عصير وحصل له حاجه بعدها، هو ما يجريش على المستشفى، هو يروح على مركز السموم اذا كان شاكك في سموم، اذا كان حاسس ان ده نتيجه تسمم حصل له من اكله معينه. فهنا حضرتك طبعا لازم مراكز السموم دي بتشخص الحاله وبطريقه سريعه، دي اماكن متخصصه وعندهم الامكانيات السريعه جدا لتحليل البراز اللي نازل، اذا كانوا بياخدوا عينه من القيء، اذا كانوا بياخدوا عينه من الدم، بيشوف التسمم ايه بيعالجه وبشكل سريع. وبصراحه شغالين وعاملين مجهود كويس جدا طبعا. وهنا طبعا لو اتعالجت السموم، هل نتج عنها قرحه في المعده؟ نتج عنها التهاب في الغشاء المخاطي للمعده؟ نتج عنها الاثنى عشر بقت فيه مشكله؟ المصارين بقت فيها مشكله؟ يعني التسمم ده سبب لي ايه جوه؟ بالظبط. فلازم اعالج الناتج عن هذا التسمم. طب في الحاله، السؤال اللي جالنا هنا بيقول ان عنده اسهال بقاله حوالي تقريبا 15 يوم بعد ما شرب عصير منتهي الصلاحيه، هل ده طبيعي او دي علامه كويسه ان في اسهال بعد التسمم اللي حصل ده، ولا دي حاجه مش كويسه والمفروض ما يبقاش فيه اسهال؟ احنا طبعا بالنسبه للاسهال بنقول عليه ان ده يعني حاجه من عند ربنا جميله جدا، على اساس ان المصارين تهيجت فبترمي كل السموم او الميكروب او الاخره على الخارج. انما ان زادت هتبقى هتعمل له مشاكل بقى، اللي هي الجفاف، نقص اللي هي الاملاح المعدنيه، البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والفوسفور والحاجات دي كلها، ما هتنزل في البراز هتعمل لي بعد كده مشاكل، وممكن تعمل لي مشاكل في الالكترولايتس، البالانس اللي موجود بين طيب افترض دلوقتي قاعدين مجموعه وحد منهم شارب عصير، لا ده انا بطني وجعاني، بيبصوا على العلبه، لا دي الصلاحيه منتهيه، هل في حاجه بتتعمل كاسعافات اوليه ليه، ولا انا فورا بتوجه للمركز السموم؟ لو قدرت ان انا ارجع اللي انا خدته، طبعا احنا هنا في اسهل وسيله لما بتبقى حاجه زي كده، حتى بيتصل بالتليفون نقول له اشرب ميه كتير 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 كتير، حط صباعك في بقك ورجع. كده مثلا هنفترض ان هو خد مليون وحده السموم. لما رجع مثلا المليون دول بقوا 1000، فرق طبعا، فرق جامد جدا. ده ممكن ال1000 الجسم يتخلص منهم وما يحتاجش اي حاجه، ده قبل ما اروح في حته خالص. تمام. وبعد كده بقى اروح بقى لمراكز السموم واقول ده حصل كذا وانا عملت كذا، هم هيشوفوا لو لقوا النتائج الحاجات بسيطه خلاص، يبقى اي مطهر اي حاجه للمعده، حاجات بسيطه يمشي على يومين ثلاثه وخلصت الموضوع سهل. الفكره في الاكتشاف بشكل مبكر. بالظبط. طيب دكتور زكريا، وللاسف احنا وقت حلقتنا قرب على الانتهاء، عايزين نصيحه من حضرتك مجانيه، روشته مجانيه للحفاظ والحمايه نفسنا من القولون اللي بقى يعني مستفحل فينا بشكل كبير جدا. نحافظ على قولوننا ازاي ونتجنب اضطرابات القولون والهياج اللي بيعمله الجهاز الهضمي بشكل عام؟ هو في نقطتين مهمين جدا، النقطه الاولى الوقايه خير من العلاج، والنقطة الثانية العلاج السريع يساوي الشفاء السريع، والآثار الجانبية تبقى يكاد يكون مفيش. يبقى إذا ناخد النقطة الثانية لأن دي سهلة، المريض لو أصيب بأي حاجة يتوجه فورا
الى الاماكن اللي بيتعالج فيها، لو سموم مراكز السموم، لو التهابات نزلات معويه الى اخره، يتوجه الى الطبيب المعالج ياخد علاجه بسرعه، ينتظم على العلاج، يسمع النصيحه كامله لحد الاخر لحد ما يتم شفائه. ونتمنى للجميع الشفاء العاجل وبالصحه والعافيه. الوقايه بقى، الوقايه خير من العلاج. الوقايه نمره واحد، لازم يبقى في انتظام في مواعيد الاكل وانتظام في مواعيد دخول الحمام بصفة دائمة وثابتة، ويبعد عن الحاجات اللي بتهيج الجهاز الهضمي، اللي هي هنفترض ان الشطة، الفلفل، الحاجات اللي هي محرقة والمسبكات والبهارات العالية جدا، الحاجات اللي هي غير مضمونة المصدر، الدليفري والوجبات السريعة والجاهزة، مش هنقول يمنع لان طبعا صعب قوي في ظروف الحياة النهاردة ان هو يمنع، ولكن نقول الإقلال منها قدر المستطاع. الأكل اللي في البيت بيبقى معمول بطريقة نظيفة وصحية، وده ياريت نلتزم بيه. وإذا لجأنا إلى الأكل اللي من الخارج، إلى أماكن يكون موثوق فيها، يكون أماكن كويسة، الابتعاد عن الأماكن اللي مشكوك فيها، لأن طبعا دي ممكن تسبب أمراض خطيرة. و ربنا يحافظ على جميع السادة المشاهدين والمصريين جميعا يا رب. ربنا يخليك دكتور. احنا دكتور زكريا، احنا سعدنا بلقائك والحوار مع حضرتك اكثر ممتع. احنا طبعا عندنا اسئله كتير، بس للاسف وقت حلقتنا خلص، فاحنا على وعد ان شاء الله نستكملها في حلقات تانية باذن الله. ان شاء الله. احنا في نهايه حلقتنا بنشكر الدكتور زكريا فاي، استشاري الامراض الباطنيه. نورتنا يا دكتور وسعدنا بلقاء حضرتك النهارده. ربنا يخليك، ميرسي خالص، وسلامة السادة المشاهدين جميعا. ربنا يخليك دكتور. بنشكر السادة المشاهدين، ونتمنى نكون اجبنا على كل تساؤلاتكم. نصيحة ان احنا نعمل بنصايح للدكتور زكريا اللي قدمها لنا النهاردة، وعلى وعد بلقاء جديد في حلقة جديدة من برنامج طبيب على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Day, 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 day.